لحمة غنم، ثوم بودرة، زلال بيض، زعتر أخضر، فطر طازج، شرائح الخبز الطري، ملح، فلفل أبيض، جوزة الطيب. مرحبا، طبقنا اليوم مميز جدا. بدنا نحضر نحن وياكم قالب، بشكل قالب الخبز ولكن الحشوة تبعه لحمة. المواد الأولية اللي نحن بحاجة لها: لحمة مفرومة غنم، فطر طازة، بحاجة لتوم بودرة، بهار أبيض، ملح، حبة جوزة الطيب رح نبرش منها شوي لأنه رح نحط زليل البيض مع اللحمة. إذا منبرش له جوزة الطيب منمنع أي حدوث لزفرة بالنكهة. عنا الخبز الأبيض الطري رح خليه قدامنا تنفرمه، وعنا زعتر أخضر. واليوم كمان رح نستعمل الأير فراير، هالمكنة العصرية الممتازة اللي بتقدر تحمص تقلي بكمية زيت كتير 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 قليلة، ممكن تضهي وتضيف لأكلنا نكهة كتير طيبة. الخبز الأبيض منقطعه بشكل أصابع، نفرمه مربعات، منضيفه فوق اللحمة، منبلش نحرك اللحمة بملقعة خشب، منضيف عليهم ثوم البودرة، منضيف زليل البيض، منبرش جوزة الطيب، الفطر المقطع، حط الزعتر الأخضر، رشة ملح. كل هيدا المزيج ندعكه باليد بطريقة مثالية بشكل مربع، ومنستعمل الوعاء الخاص من الاير فراير اللي بيعطينا شكل وكادر لرغيف الخبز. درجة حرارة الاير فراير لازم تكون حوالي 180 درجة، مدة الطهو 30 دقيقة. نسوي القالب بشكل مستطيل، نحطه بقلب الوعاء الخاص. بيّن معنا شكل القالب بالوعاء الخاص لمكنة الاير فراير، نكهة طيبة كتير، نكهة المثالية لطبق صحي. صار جاهز قالي خبز باللحمة. طبقنا اليوم شكل قالي بالخبز ولكن باللحمة، في بقلبه خبز طري مع فطر، في بقلبه ثوم بودرة، برج جوزة الطيب مع زليل البيض للنكهة الطيبة. طبق رمضان جديد وألف صحتين.